السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن التطوع. طب أول شيء إيش هو التطوع؟ تقريبا كل الطلاب تكلموا عنه، هو عمل يقوم به الإنسان من تلقاء نفسه، يعني بدون ما حد يجبر على شيء ذا أو إكراه. يعني العمل التطوعي هو عمل حر نقوم به بكامل رغبتنا ومن دون إكراه، وذلك لتطوير أنفسنا وتطوير مجتمعاتنا. يعني في سبب، ما أقوم به بس كذا، يعني لازم يكون في سبب عشان تسوي العمل هذا. طيب ثاني شيء، ماذا احتاج للتطوع؟ عندك اربع اشياء لازم تكون متوفره فيك انت تتطوع. اول شيء الرغبه. اذا انت ما عندك رغبه داخليه انك تتطوع، ما اظنك تتطوع. في مثل معروف اسمه فاقد الشيء لا يعطيه. اذا انت ما عندك رغبه داخليه انه انا بتطوع، ما اظنك تتطوع، حتى لو عشان خويك قال لك امشي قبل ما تتطوع، هي يوم مره بعدها حتوقف. ثاني شيء الجهد، لازم يكون في بالك انه ترى في جهد يوم تتطوع، سواء كان بدني او فكري. فاهم شيء انه في جهد، يعني لا يكون تحسب انه العمليه سهله. يعني ثالث شيء النية، لازم تكون خالصة لله تعالى. إذا كان الشيء نيتك اللي عشان مدرسك يشوفك، أبوك، أي أحد، أول شيء ما راح توفق في العمل، ثاني شيء ممكن تأخذ إثم على الشيء ذا. طيب رابع شيء اللي هو الوقت، أنت ما تحتاج وقت فعليا بس تحتاج تنظيم للوقت. يعني مثلا أنت يومك بعد المدرسة تنام، تصحى العصر وتذاكر، المغرب على الجوال، فلازم تنظم وقت تخليه للتطوع أو الأفكار اللي تجيب التطوع. يعني طيب بعد ما عرفنا أربع أشياء، التطوع الدين الإسلامي والثمار. من أهمية التطوع إنه أتكلم عنه الدين الإسلامي في القرآن وفي السنة. في القرآن من تطوع خيرا فهو خير له، وفي الحديث خير الناس أنفعهم للناس. يعني والله شيء بسيط فهو خير له، تأخذ أجور والله ما تتخيلها. ومن فوائده، في فوائد له جدا كثير بس أخذت ثلاثة، هي راحة النفس. إذا أنت جالس بدور واحد مبسوط من شيء أنت قاعد تسويه، حتكون مرتاح نفسيا. يعني ثاني شيء ترابط المجتمع وقوته. إذا أنت شايف عمك يساعد جاره، أبوك يساعد أخوه، إذا أنت تساعد خويك، هتشوف ترابط في المجتمع وقوة. السعادة، إذا أنت جاب الشيء ذا كله قدامك كيف حتكون يعني مبسوط، ما راح تكون مقهور من شيء ولا حاجة. طيب المجالات، في مجالات جدا كثير ما راح أتكلم عن هذه الأشياء المعتادة. يعني عندي ثلاثة أفكار أنا. الفكرة الأولى إنك تجيب صندوق وتعلق في مسجد تحط فيه مساويك. فكرة جدا بسيطة، يعني الصندوق كم حيكلفك ومساويك؟ وأحسن إذا تحط العبارة تعبة الصندوق متاحة للجميع، إذا أي واحد شاف الفكرة وعجبته يجيب معاه حزمة ويحطها. طب هذا أول فكرة بسيطة ما راح تكلفك شيء. يعني ثاني فكرة، أملأ خطواتك بذكر الله، خذ حبة مجانا وتوقف. مكة عندنا كم ممشى؟ في ممشى الشوقية، ممشى الحمراء، ممشى النسيم، في مسبحة إلكترونية هذه. جيب صندوق نفس الفكرة وتحط المساوئ دي بس تعبيها، وكل ما حد مر اخذها. الفكرة الثالثة اسمها خذني معك. مثلا انت واقف على في الاسكان وطالع على الدائري، حتروح خطين، يا على جهة العوالي او على جهة جدة، تلاقي عمال يوقف عند المكان ده، تاخذهم طبعا مجانا ما حيكون فلوس، على خطك يعني ما راح تعبك الشيء ولا حاجة. خط يعني انت رايح يمين حتشيل معك عمال، او على اليسار حتشيل معك عمال. هذه الفكرة الثالثة بس. شكرا لاستماعكم.